كليشي. معكم عبد الحفيظ العمراني، فاعل جمعوي، رئيس جمعية نيفات للتنمية والتعاون بتراب جامعة عين عتيق. حنا الآن التواجد ديالنا بهذا الوادي كمين هذه البلاصات كتسمى الحيمر تابعة لنيفات عين عتيق. يعني هاد الماء ولا هاد المخلفات ولا هاد اللي هي ريحة خانزة، راه كتشم هنا ريحة خانزة وحالة كارثية يرسلها. يعني هاد المخلفات أو هاد النفايات كتنبعت من هاد الوزينات اللي هما كيتواجدوا بتراب جامعة صخيرات. كيكب عندنا هنا في الواد، لان تيقتل قتل الحوت، قتل البهايم، قتل الا مشات حتى شي بهيمه شربت هنا كتموت. يعني قتل الفكارن. هاد الواد هذا الماء، هاد المسخ هذا كيمشي، هاد الماء المسخ كيمشي كيكب في البحر. هاد البلاصه هذه اللي حنا كنتواجدوا بها واللي هي كيكب فيها التلوث هذا، كنا كنعوموا فيها. كنا باش نحط الراي العام في الصوره، هاد البلاصه هذه كنا كان الحوت، كنا كنصيدوا الحوت هنايا، كنا كنوردوا بهيمات ديالنا، كنا كنصبنوا حويجاتنا هنايا. يعني هاد البلاصه هذه تكرفصت، وكنوجهوا احنا كفعاليه المجتمع المدني تنستنكروا وكنوجهوا الرساله ديالنا للسيد الجهات المختصه، يعني السيد الوالي جهه الرباط سالا قنيطره وعامل عماله صخيرات بالنيابه السي محمد اليعقوبي. يعني هاد البلاصه هادي اللي تكرفصات ولا هاد الواد اللي حنا كنتواجدوا فيه، راه مسافات قليله باش بعيد على البحر، راه ما بعيدش بزاف. يعني هنا راه حاله كارثيه، وحنا راه حنا مكرفصين كساكينه، يعني شنيوله وانت دابا الروائح الكريهه طبيعه غزاله. يعني كرفصه هاد الوزينات هادو كرفصوها بهاد التلوث هذا. كما قلت لكم من قبل، راه كنا كنوردوا بهيماتنا هنايا، كنا كنعوموا هنا، كنا كنصبنوا هنا، والله العلي العظيم من هاد البلاصه اللي حنا كنتواجدوا فيها، لا انا كنا كنشربوا من هنا، انا كنت كنشرب من هاد البلاصه هذه. هاد البلاصه كتسمى الحيمر، يعني تابعه الوادي كم قريب، مسافات قليله من البحر، ما كاينش حتى 600، كاين واحد 800 متر تقريبا كاع. كما قلت لكم الاخوان، الحياه انعدمت، يعني الحياه الطبيعه انعدمت بسبب هاد المياه المتراكمه، هاد المياه العديمه، هاد المياه المسخه انعدمت الحياه وانعدمت الطبيعه بسبب هاد الشيء هذا. يعني من قبل ما ان كما قلت لكم كنا كنجيو كالحوت موجود هنا، وكنجيبو القصبه ديالنا ونصيدوا الحوت هنايا ونوردوا بهيماتنا ونعوموا هنا ونشربوا هنا، كل شيء مشى، كل شيء مات الطبيعه بسبب هاد المياه العديمه ديال هاد الوزينات هادو اللي هما كيتواجدوا بتراب جامعه صخيرات. البلاصه هذه المتنفس الوحيد ديال ساكنه نيفات عين عتيق، وما بقاوش يقدروا يجيو لهنايا بسبب هاد الشيء، بسبب هاد التلوث. كاين اللي كان مسكين ساكن جبل الود، ما بقاش يقدر بنادم انه يجي لهنايا كاع مره. حنا انا براسي والله العلي العظيم الا كان جي غير بحال ما هكا مثلا جيت نصور ولا جيت مثلا تريني، كنتريني بعيد، ما نقدرش نوصل. والله العلي العظيم الا دابا الريحه خانزه والله حتى خانزه هادشي هذا. وجا الرساله ديال الجهات المسؤوله المختصه انه يجي على غفله ويشوفوا الحاله. وكذلك كنوجه رساله للوزاره المختصه، الوزاره الوصيه او لوزاره البيئه والجمعيات المختصين في المجال البيئي، يجيو يشوفوا هاد الحاله الكارثيه ويجوا على غفله، حاله يشوفوا هاد الحاله هذه ويشوفوا بالعيون ديالهم. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.